مقر الحاج عثمان تابع المصلحة الولائية للشرطة القضائية. وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية الفرقة الاقتصادية والمالية حد لنشاط شبكة إجرام المختصة في التهريب الدولي للسيارات، التزوير والاستعمال المزور، وضع مركبات السير بمواصفات تقنية غير مطابقة. حيثية القضية عولجت بناء على معلومات وردت للفرقة مفادها وجود مركبات تسير بمواصفات تقنية غير مطابقة. على إثر ذلك تم توقيف المركبة، وعند عرضها على الجهات التقنية المختصة تبين أنها تحمل رقم تسلسلي في الطراز غير أصلي، كما أنها محل بحث دوليا كونها محل سيارة. استغلالا لهذه المعطيات تم اكتشاف عدد معتبر من المركبات وضعت للسير بمواصفات تقنية غير مطابقة، وبنفس الطريقة عليه تم استرجاعها أين تبين أن ثلاثة منها محل بحث دولي، فيما تم توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم واسترجاع 57 ملف. في إطار محاربة الجرائم بمختلف أشكالها، تمكنت شرطة سيدي بلعباس من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية وطنية مختصة في التهريب الدولي للسيارات والتزوير واستعمال المزور، كما تمكنت المصلحة على إثرها من توقيف أكثر من 10 أشخاص، بالإضافة إلى حجز 8 سيارات فاخرة كانت تسير بوثائق مزورة. حيث القضية تعود إلى استغلال الفرقة المالية والاقتصادية معلومات وفادها وجود مركبة من نوع كليو تسير بوثائق مزورة، على إثرها تم اتخاذ كل الإجراءات من أجل توقيف هذه المركبة وتحديد هوية صاحبها. بناء على التحقيق المستمر تمكنت المصلحة من تحديد هوية شركائه البالغ عددهم 10 أشخاص، بالإضافة إلى حجز بطاقات صفراء بلغت 65 بطاقة صفراء وملفات قاعدية مزورة، بالإضافة إلى حجز بعض الوثائق ومحررات كانت تستعمل في تزوير الوثائق الرسمية. مصالح شرطة سيدي بلعباس تواصل مجهوداتها من أجل وضع حد لمختلف الجرائم ومختلف أشكالها. سروق. هذه. هذه.